بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا مع الأعلام الذين ذكرهم في رسالته، ومنهم أبو الحسن ابن الصائغ. أبو الحسن ابن الصائغ واسمه علي بن محمد بن سهل الدينوري. الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب العالمين الرحمن الرحيم. أقام بمصر ومات بها، ومدفون بالقرافة هنا. أقام بمصر ومات بها، وكان من كبار المشايخ، مدفون بالقرافة في سفح المقطم. قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصائغ. مات سنة 300. سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: بالاستدلال على بالشاهد على الغائب، يعني كيف يستدل بالغائب أي غير المرئي على المرئي. الله سبحانه وتعالى خلق العقل للإنسان لأنه بالعقل تستطيع أن تعرف الموجود دون أن تراه أو تحسه أو تشمه بالعقل. ولذا قال الناس ربنا عرفوه بالعقل. العوام يقولوا كده، والعوام بيقولوا كده بناء على علم، يعني هي كلمة عامية لكنها حقيقة. ربنا عرفوه بالعقل، أي أن العقل لما نظر الإنسان العاقل إلى هذه الأكوان ووجد أنه لا يوجد أحد في هذه الأكوان أوجد نفسه أو حرك نفسه، فلا بد أن يكون هناك من موجد لهذه الأشياء، ولا بد أن يكون لها من محرك، حيث أنه لا بد لكل فعل عن فاعل ولكل حركة عن محرك. فلما وجدوا الأكوان كلها فاعلة، وفعلها ليس منسوبا لذاتها، لأنك إذا نظرت لنفسك أنت تحرك يدك، هذه الحركة ليست ذاتية فيك، بدليل أن هناك من يفقدها في لحظة، فلو كانت ذاتية فيك ما فقدها إنسان وما شلت يده، تجد يده أمامك سليمة ولكن لا يستطيع أن يحركها، تقول له حركها يقول لا أستطيع. دل على أنه عندما كان يحركها في الأزمنة الماضية الذي كان يحركها محرك أنت لا تراه، فرفع عنه هذه الحركة. فلما علم الإنسان أنه لا يحرك نفسه ولم يوجد نفسه، فلا بد أن يكون هناك من محرك ومن موجد دون أن يرى هذا المحرك وهذا الموجد. وضربت لك مثالا بسيطا، إذا دخل علينا حجر من هذا المكان ثم خبط في هذا الزجاج فكسره، لابد أن يكون هناك إنسان ما قذف به دون أن ترى. فلو قال قائل أن الحجر تحرك بنفسه وجاء إلى هنا فكسر الزجاج، نقول له أنك مجنون. ولذا الذي ينكر وجود الفاعل بعد رؤية الفعل، والذي ينكر وجود الخالق بعد وجود المخلوق، أبسط ما يقال عليه أنه مجنون، أو أنه غير عاقل، أو أنه ضال مضل، لأنك أنت لا تقبل أن يقال لك أن هناك حركة بغير محرك. وآدي معنى الاستدلال بالشاهد على الغائب، أي بالشاهد أي المرئي على الغائب. أنت إذا مررت بجوار جبل ورأيت شراع مركب خلف الجبل، شراع مركب، لابد أن يكون خلف الجبل نهر أو بحر،
هل رأيت البحر؟ شراع المركب دل على أن هناك بحر دون أن ترى. الأثر يدل على المسير، والفعل يدل على الفعل، كما قال الأعرابي البسيط، والبعرة تدل على البعير. آدي معنى ربنا عرفوه بالعقل. لكن المطلوب منك تجاه هذا الإله، محتاج الأنبياء عشان يعرفوك. ما الذي يطلبه منك هذا الإله العظيم؟ لأنك عندما وجدت نفسك مريدا، فلا بد أن يكون الذي خلق فيك الإرادة أن يكون إلها مريدا. وجدت عندك نوع قدرة، فلا بد أن يكون الذي خلقك ووجدك عنده قدرة. لما وجدت عندك قدرة على العلم، لا بد أن يكون الذي خلقك عالم. لما كان عندك قدرة على البصر، لابد أن يكون الذي خلقك بصير. لما كان عندك نوع قدرة على أنك تحكم في الأشياء بحكمة، فلابد أن يكون الذي أوجدك حكيم. فوصلت إلى صفات الله عز وجل من خلالك. ولذا قالوا من عرف نفسه عرف ربه. فالصنعة تدل على الصانع. أدي معنى الاستدلال بالشاهد على الغائب. هذا في الصفات. أما في تكييف الصفات فيؤدي إلى التكسيم. فهو سميع، ولكن هل سميع بجارحة؟ أنت تسمع بأذن، وتبصر بعين، وتتكلم بفم وشفتين ولسان وحنجرة وحركة صوت ونبرة. كل هذه الأشياء تحتاج إلى زمن، والزمن نفسه مخلوق كما أن المكان مخلوق. فإذا كنت أنت متكلم فالله متكلم، لأن يستحيل أن يكون الله غير متكلم ويخلق متكلم. ولكن هل يتكلم مثل كلامك بالحرف والنبرة والصوت بالجارحة؟ العقل يحيل ذلك، لأنك إذا نظرت وجدت أن الذي أوجد الأكوان لابد أن يكون مستغنيا عن كل شيء، غير مفتقر لشيء. فإذا قلت أنه متكلم بجارحة فافتقر للجارحة. فالعقل يحيل احتمال احتياج الله للجارحة، لأنه لو احتاج للجارحة افتقر إليها، ولا فقد قدرته بفقدان هذه الجارحة. فيستحيل أن تكون صفات الله متعلقة بجوارح. فخلقك أنت موصوفا بصفات تشبهه في الصورة لا في الكيفية، لا في الكيفية ولا في الحقيقة. فمن خلال صفاتك علمت صفاته، ولكن لا تكيف صفاته بصفاتك. فتقول مثلا أنك ترى الله سبحانه وتعالى مثلا في الآخرة، كما وردت الآيات تدل على أن المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، أنك تراه في جهة، وأنك تراه محاط به، لأن هذا يستحيل، لأن الله خلق الجهات، فكيف يرى من جهة دون جهة؟ فيستحيل تكون رؤية بغير جهة، رؤية بغير إحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يحيطون به علما، ويقول لا تدرك الأبصار. وقلنا أن هذه أخبار، والخبر لا يدخله النسخ. فكما أنك في الدنيا لا تحيط به علما، عندما تدخل الجنة لا تحيط به علما، والملائكة أيضا لا يحيطون به علما، لأنهم لو أحاطوا به علما لقهروه، صار مقهورا لهذا العقل الذي رأى، ولهذه العين التي رأته، ولهذه الجوارح التي أدركته. والله قاهر فوق عباده، فلا يحيطون به علما على كل حال في الدنيا وفي الآخرة. حتى عندما يتجلى على عباده بالرؤية تكون رؤية بغير إدراك، بغير إحاطة، بل قد يتفاوتون في إدراكهم ورؤيتهم بتفاوت معارفهم لله عز وجل وتقربهم إليه. فقد يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة غير التي تراه أنت يا أيها المسلم المعتاد، وأنت من عوام أصحاب اليمين. وقد يراه المقربون بدرجات تتفاوت إدراكهم عليها، كما يتفاوتون الناس في إدراك معاني الإيمان في الدنيا، يتفاوتون أيضا في إدراك هذه التجليات في الآخرة. والكل مؤمن، والكل يرى،
ولكن الكل لا يدرك والكل لا يحيط. الكل لا يدرك الإدراك التام والكل لا يحيط الإحاطة التامة. أدي معنى الاستدلال بالشاهد على الغائب. فقد يكون لها معنى الاستدلال بالشاهد على الغائب وهو المعنى الأول المراد، وهذا مطلوب، أن تعلم أن لكل مخلوق خالق ولكل فعل فاعل. وقد يكون المراد معنى مذموم، وهو أنك تصف الله بصفات تشبه صفاتك فتقيس على قياس نفسك أنت، فتسمع مثلا على العرش استوى فيقول استقر على العرش كاستقرار على الكرسي هذا. فهذا استدل بالشاهد على الغائب مكيفا مجسما، فهذا مذموم. أما الذي يفهم أنه استقر على العرش بالمعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى دون أن يكون محمولا، دون أن يكون مفتقرا إليه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش وكان قبل العرش، فالعرش حادث، فلا بد أن تكون صفة الاستواء صفة تليق بجلال الله مستغنيا عنها عن العرش سبحانه وتعالى، بل يكون العرش في قبضته سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن عطاء الله: سبحان الذي استوى على العرش برحمانيته فغاب العرش والأكوان في رحمانيته، لأنه مستغن عن ذلك كله، فمحق الآثار بالآثار. الذي يقول مثلا أن الله في السماء بمعنى الظرفية، في ظرف، في حرف يدل على الظرفية من حروف الجر، فالذي يدرك معنى في بالمعنى الظرفي أن هناك ظرف ومظروف، فقد جسم الله وحصر الله في مكان، لأن الظرف ظرف مكان أو ظرف زمان، والزمان والمكان مخلوقان، فلا بد إذا نسب الله إلى كلمة فيه لا بد أن يكون لها معنى يليق به خاوية عن معنى الظرفية مطلقا. ليه؟ لأن الله خلق الزمان والمكان، وفيه جاءت في لغة العرب للظرف المكاني والزمان. ولذا إذا لاحظت علماء التفسير على مر العصور لما يأتوا في آية كان الله غفورا رحيما يقولك أي كان وما زال، لكن عندما تعرف كان في أي جملة أخرى تقول فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص أي في الماضي، لأنها مرتبطة بزمان، لأن الفعل كلمة دلت على حدث مرتبط بزمان. إن كان في الماضي يسمى فعل ماضي، وإن كان في الحاضر أو الاستقبال يسمى مضارع، وإن كان فيه طلب فعل شيء يسمى أمر، مش كده؟ هو ده الفعل. طيب لما يجي نقول كان الله غفورا رحيما، كان فعل ماضي، يعني كان في الماضي غفورا رحيما. طب والآن؟ يبقى كان تفقد معناها الزماني، تفقد معناها الزماني إذا ارتبطت بالله، لأن الله كان قبل الزمان. ولذا يقول لك إيه في التفسير ببساطة، يقول لك كان أي كان وما زال، يعني يفرغها من معناها الزماني الذي يدل على الزمن الماضي. كذلك في المكان، أي كلمة تدل على المكان لابد أن تفرغها من معناها المكاني إلى معناها الذي يدل على المكانة والرتبة، لأن في مكان وفي مكانة، مش كده برضو؟ فلما يقول مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، طب ليه تقول بقى في السماء هو في السماء بس، زي الجماعة اللي إيه اللي قالوا ربنا في السماء بس، طب ما ربنا بيقول هو في الأرض إله، طب ليه ما قلتش في الأرض؟ طب ما هي الآية بتقول كده برضو، وقبل كده قال وهو معكم أينما كنت، طب ليه ما قلتش بقى وهو معنا أينما كنا، أي حل فينا وحل في المكان. يبقى لما يجي نفهم مع المعية هنا هي معية المصاحبة بالذات تدل على الحلول، فلا بد أن تكون معية تليق به التي لا تفتقر إلى حلول القديم بالحادث. فهمت المعنى بقى؟ يبقى لما تسمع حرف جر متعلق بالله عز وجل
أو أي حرف من الحروف المتعلقة بالله أو أي فعل متعلق بزمن ونسب إلى الله، لابد أن تفرغ هذا الحرف من المعنى المكاني وتفرغ هذا الفعل من المعنى الزماني، لأن الله خلق المكان وخلق الزمان. آدي المعنى. لكن اللي يستدل بالشاهد على الغائب دون أن يفرغ هذه المعاني يقع في التجسيم ويقع في الجهة، يجسم من جهة في مكان ويجسد في جهة أخرى، وده اللي وقع فيه العلماء في القرن اللي كان فيه هذا الشيخ. نشأت طائفة كبيرة من الناس وما زالت شرازمهم إلى يومنا هذا موجودين، وهم يجسمون الله عز وجل ويقولون نحن لا نعطل الصفات، نحن لابد لنا أن نصف الله بما وصف به نفسه على الحقيقة، وهذا باطل. لابد أن نصف الله بما يصف به نفسه ولكن ليس على الحقيقة، لأن الحقيقة تؤدي إلى التجسيم وتؤدي إلى حصر الله في زمان. إذا كنت أنت إذا وصفت إنسان بأمر ما وهذا الأمر يكون عقلا لا يصح أن يكون على الحقيقة، لابد أن تحمله على المجاز، وهذا إنسان مخلوق. إذا قلت مثلا أن مصر في قبضة رئيسها، في قبضة رئيسها، كويس، يعني معنى ذلك أنك إذا فتحت قبضته وجدت بلدك وأنت تمكث على أحد أصابعه، ولا يكون معناها أن البلد تحت حكمه تحت إمرته؟ لماذا صرفت هذه الكلمة عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي؟ لأن العقل يحيل أن يكون قابضا عليها بجارحته، القرينة العقلية تقول ذلك. فلوجود هذه القرينة العقلية لابد من صرف الأمر من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى والسماوات والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة، في قبضته يوم القيامة، تقوم يجي هنا المجسمين يقول لك نحملها على الحقيقة، ولما نيجي نقول له ان البلد في قبضة الحاكم يقول لك نحملها على المجاز، كيف ذلك؟ اذا كان المخلوق الذي له مثل لم تستطع ان تحملها على الحقيقة فيه، فكيف تحمله على الحقيقة فيما ليس كمثله شيء؟ يكون من باب اولى ان تحملها على المجاز فيما ليس كمثله شيء. فاذا جئت انت وقلت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تقول رسول الله نور، يقول لك لا هو من طين. يا سيدي الآية تقول سراجا منيرا، يقول لابد أن يكون بالمعنى المعنوي، لما صرفت اللفظ عن ظاهره؟ لما صرفته إلى معناه المرجوح المعنوي المجازي؟ يقول لأن الذي رأوه لم يقولوا أننا رأينا نورا، فقد رآه أبو لهب ولم يقل رأيت نورا، يشبه رؤية أبي لهب برؤيته المؤمنين، في حين أن كل المؤمنين عندما رأوه وصفوه بالنور، وكل من لم يؤمن به لم يصفه بالنور، لأن الذي لم يره رسول الله رأى البشرية، والذي رأى رسول الله رأى النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نور، كل من رآه من الصحابة الذين آمنوا وأسلموا واتبعوه وأحبوه رأوا النور، النور الحسي رأوه، وكل من حجب بالبشرية عن الرسالة لم يرى إلا ظلمة البشرية. فلما تيجي تقول له نور هنا بالمعنى الحسي في حق المؤمنين وبالمعنى المجازي في حق الكفار، يوافقك في شطر كلامك ولا يوافقك في الشطر الآخر. لماذا يا أخي؟ يقول لك لأنه بشر، ونحن لم نرى بشرا مضيئا كالمصباح، فيصرفها إلى المعنى المجازي من باب أولى أن تفعل ذلك في صفات الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء. فالبشر له أمثال كثير،
فالنبي بشر والبشر ملايين الملايين ومخلوق ومقهور بخلقته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن باب أولى أن تحمل الألفاظ على الحقيقة في المخلوق ولا تحملها على الحقيقة في الخالق. أدي معنى إن هو سئل عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، ما رأيك فيه؟ في زمن خد بالك انتشر فيه التكسيم، زمنه طائفة كثيرة كانت تقول بالتكسيم، طائفة كثيرة كانت تقول بأنه مستوى على العرش كاستوائك على الكرسي هذا. فرد عليهم وقال: كيف يستدل بصفات من له مثل، اللي هو المخلوق، كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظير؟ ادي المعنى. يبقى هو عايز يقول انك انت لا تكيف صفات الله عز وجل بالصفات التي فيك انت يا مخلوق، لان الله ليس له لا مثيل له، ليس كمثله شيء، فهمت؟ ولكن لا يعترض على الاستدلال بالطريقة الاولى، وهو ان المخلوق يدل على وجود الخالق، لكن هو اعترض على الاسترسال في هذه الطريقة الاستدلالية الى تكييف صفات الله عز وجل الى كيفية يدركها المخلوق. فاذا وصل الى هذا الحد يقول له: لا، قف، لا تسترسل بعقلك الى طريقة تكيف الله عز وجل. ولذا الذين يقولون الله مستو على عرشه استواء حقيقيا ولا نكيفه ناقضوا انفسهم، لانه عندما قال استواء حقيقيا كيفه، ثم قال في الاخر بعد ذلك: ولكن بلا كيف، اي لا نكيف بعدما كيف، لانه عندما قال بالحقيقة كيف ثم قال بعد ذلك لا نكيف، فكأنه جاهل. ولذا لم يقل احد عليهم انهم كفار، لانهم نفوا ما اثبتوه، وبقي بعد ذلك عدم العلم فصاروا جهلة. فغاية ما يقال عليهم انهم جهلة، لانه اثبت ثم نفى ما اثبته، اثبت المخالفة ثم نفاها في اول السطر، اثبتها ونفاها في اخر السطر. فنيجي نقول له: انت كده ما قلتش حاجة، ده انت كده رجعت عامي من اول وجديد، ده انت لازم بقى تتعلم. يعني هو يقول لك كلام طنطنة طنطنة طنطنة، تفتكر انه علامة، ويجيب لك الايات والاحاديث علامة، وبعدين فجأة يثبت وينفي. الله، يبقى كل اللي قلته ده لا، تعالى بقى لف، انزل من على الكرسي ده واقعد هنا نعلمك، تعالى بقى نعلمك، ده انت لسه جاهل. انا لابي حنيفة ان يمد قدمي، خدت بالك؟ ولا تغتر بالعمام ولا بالمناظر ولا بفلوس البترول اللي هم سخروها لنشر مذهبهم الظاهري العجيب الذي يدل على التكسيم. حتى ان بعضهم طبع عقيدة المسلم، وانا شفتها بعيني، وعاملين في الباك جراوند بتاع عقيدة المسلم دي ايد مشاورة لفوق كده، شفتها انت يا احمد؟ ايد كده بصوابع ومشاورة لفوق كده، يعني ربنا فوق كده، خدت بالك؟ عايز وعامل لك عقيدة كل مسلم، وهي حقها تبقى عقيدة كل جاهل أو عقيدة كل مبتدع، ويعلقوها في المساجد، واخد بالك؟ ويبيعوها للناس، ويشاور لك إيه في الباك جراوند. وعلشان كده أسلوب تفكيرهم ده جعل ابن باز وهو إمام الطريقة بتاعتهم في هذا العصر رحمه الله يصنف رسالة بكفر من قال أن الأرض تدور حول نفسها. لا، بأن الأرض تدور حول نفسها، الشمس هي اللي بتدور حولها بس، لكن هي ما تدورش حول نفسها. ليه؟ لأن هو بيعتقد أن ربنا فوق كده، فإزاي بقى تدور؟ هيبقى فوق كده وبعدين ما تدور يبقى فوق كده؟ ما تنفعش. فيبقى اللي يقول كده يبقى ناقد، يبقى كافر. شفت طريقة التفكير بتاعته؟ وصلته إلى هذا. والرسالة إلى الآن مطبوعة، وإلى الآن بتباع في الأسواق، وإلى الآن الناس يقول لك عليه شيخ الإسلام ابن باز. شيخ الإسلام ابن باز في الفقه ما علينا وعلى رأسنا، لكنه مبتدع وجاهل في العقيدة.
وخذ من كل عالم خذ منه ورد. وبعدين لما تيجي تتكلم وتحط النقط على الحروف وتذكر بعض الاسماء يجدوا في انفسهم حرجا شديدا، كأن علماءهم لا يريدون ان يعقب عليهم. في حين انك انت لو هو قاعد وقلت الامام الشافعي قال كذا والامام ابو حنيفه كذا والحق مع الشافعي لا يزعل لا ده ولا ده، كانك ما قلتش حاجه، يبقى قاعد مبسوط. انما اول ما تقول الالباني قال ايه ده؟ ده انت ممكن ترد حديث النبي وتقول الاستدلال بحديث اخر والحديث ده احد والثاني متواتر، ما يزعلش. لكن لو رديت كلام الالباني ولا ابن عثيمين ولا ابن تيميه مصيبتك سودة النهارده، مش هتروح. يتلموا عليك مش هتروح. لكن اقعد تنقد بقى المذاهب الاربعه زي ما انت عايز، قال احمد بن حنبل كذا وادلتي كذا، والامام الشافعي قال كذا وادلتي كذا، والدليل والراجح مع الامام مالك، وراي الشافعيه في هذه المساله خطا، ولا يزعل. ولا يزعل ولا كانك قلت. لكن قول ابن عثيمين خطا، يا الدنيا تتقلب. الزلزال، طب اشمعنى؟ طول عمر المسلمين بيناقشوا بعضهم البعض علماء ويذكرون الاسماء وينسبون الاقوال لقائليها ويناقشوا، وفي الاخر يطلع فريق مخطئ وفريق معه الصواب. ومش معنى ان هو مخطئ انه من اهل النار. مش معنى ان انا بقول لك ان ابن باز عامل كده يبقى هو من اهل النار، انا ما قلتلكش كده. يمكن اما نروح الجنه نلاقيه سبقنا ويكون ربنا غفر له الازمه دي. ما احنا ما احنا ما بنجزمش، احنا بنقول انه غايه ما هنالك انه جاهل. غايه ما هنالك انه جاهل. ما قلناش ان هو من اهل النار خالص. ومحدش من العلماء على مر العصور اما بيذكر عالم اخر ويحذر من خطأ في نقطة من النقاط معناه ان هذا العالم صار ساقطا من امة النبي، بل ما زال داخلا في امة المسلمين. اذا مات هذا العالم بنقوم نصلي عليه ونقول يا رب اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ونشيله على كتفنا ونروح ندفن، وبنحبه مسلم زينا اخونا وكنا مختلفين معه في الرأي. لكن دول مبتدعين هذا الزمان لا يقبلون الخلاف في الرأي أبدا، ويعتبرون مجرد نقد عالمهم أنك أنت قلت أنه في النار. أنا ما قلتش أنه في النار يا سيدي. طول عمر العلماء بينقضوا بعضهم البعض. سيدنا عبد الله بن عباس كان يناقض سيدنا عبد الله بن عمر في بعض الفتاوى. سيدنا عبد الله بن عباس كان يجيز زواج المتعة، وبقية الصحابة تحرمه، وما حدش قال ان سيدنا عبد الله بن عباس مبتدع وحذروا بعضهم من بعض وقاموا يحاربوه. ما حصلتش. طول عمر الامه صدرها متسع للخلاف، لحد ما جم دول ضيق الصدر. وضيق الصدر علامه الجهل. ليه؟ لانه ما عندوش الادله اللي يرد بيها عليك. يقوم يعمل ايه؟ يضيق صدره ويقول لك ما تقعدش كده شيخ الاسلام. يا سيدي هو شيخ الاسلام واحد بس، هو ابن تيميه ده بس شيخ الاسلام دي يعني علم عليه؟ طب ما كل العلماء اطلق عليهم لفظ شيخ الاسلام. احنا عندنا في كتب الشافعيه ما بنقول شيخ الاسلام بنقصد زكريا الانصاري. صح؟ كتب الشافعيه كلها. فكل مذهب من المذاهب اما بيجي يقولوا شيخ الاسلام بيقصدوا واحد معين. شيخ الاسلام ده لفظ عادي. ابن حجر العسقلاني اتقال عليه شيخ الاسلام. الامام السيوطي اتقال عليه شيخ الاسلام. التقي الدين السيوطي اتقال عليه شيخ الاسلام وكفر ابن تيميه في عصر. احنا ما كفرناش ابن تيميه زي تقي الدين السيوطي. سايبينهم مع بعضهم، يمكن ربنا يرضيهم ببعض وما قابلوا بعض خلاص. وبعدين لعلمك بقى واحد شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية وواقف جنب ابن تيمية. اه والله شافه في الرؤية، شاف ابن تيمية واقف جنبه حزين منكسر ورفيع خالص ووشه كده زعلان، لكنه واقف جنب النبي. يعني النبي يعني لما قابل النبي بقى مكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقبل عذر المعتذر، وخلصنا. انتهينا على كده. الحكايه سهله، يعني الحكايه سهله. احنا مش بنقول انه هالك، بل بالعكس احنا نتمنى ان كل المسلمين. الجنه واسعه قوي، ده الجنه تسع كل امه النبي، الجاهل والعالم والعابد والعاصي وكله. امه مرحومه، فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، وكلهم السابق بالخيرات دخل ايه؟ مكافأة برحمة الله على عمله. والمقتصد دخل برحمة الله، والظالم لنفسه دخل بشفاعة رسول الله. فالكل داخلين. دي اسمها الأمة المرحومة. افهم دي. لكن احنا كنا بنتناقش، دي مسألة تانية. احنا بنتناقش نريد الحق. بس مش اننا نسفه آراء بعضنا البعض لشهوة في النفس،
ولا اننا نبغض بعضنا البعض ابدا. احنا كل هدفنا اننا ننزه الله عز وجل. الجماعة دول كان هدفهم تنزيه الله ففسد الامر معاهم. ليه؟ بسبب جهل عندهم في معاني الحقيقة من المجاز، في معاني الجارحة، في معاني الحاجات دي مش فاهمينها، ما يدروش يفهموا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يعني كل قلب بين اصبعين، يعني ربنا كل ما يخلق عبد يتخلق له صبعين عشان يبقى قلب العبد ده بين اصابعه. افهم، مش قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن؟ احمل اللفظ على ظاهره، على مذهب الوهابيه اللي هم اصلا على مذهب التيميه، اللي هم اصلا على مذهب الدارميه، اللي هم اصلا على مذهب المجسمه. في القرن الثالث الهجري نشأوا، وبعدين ماتوا فترة طويلة. لما أهل السنة ناقشوهم ماتوا فترة طويلة. جاء ابن تيمية بعد في القرن الثالث الهجري والسابع الهجري أنشأ فكرهم من أول وجديد ونصروا، فرجعوا تاني هاجوا تاني، وبعدين ماتوا. وبعدين بعد كده جاء محمد بن عبد الوهاب بعد ما ماتوا سنة 1720 ميلادية، نقب 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 واثار الكلام تاني بعد ما مات 200-300 سنة، رجع تاني احياء تاني. وبعدين الوقت ابتدوا يموتوا، لعلمك بيطلعوا في الروح ان شاء الله، دي حقيقة، لان بان ان مذهبهم باطل وقاعدين بس بيرفصوا. دي حلاوة الروح، بيقولك حركة المذبوح، هتقراها انت حركة المذبوح دي في كتب الفقه، واخد بالك، في باب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهم لا يؤكل لحمه لان لا يحل اكل لحم المسلم على اي حال، خدت بالك. فالمساله كلها ان دي قضايا خلاص اتحسمت من زمان، لكن مش معنى كده اننا بنتشفى من احد او اننا بنكره حد او اننا حصرنا الجنه على هذا المفهوم. لا، يمكن اللي فاهم غلط ربنا يغفر له غلطه بنيه التنزيه، انه كان ناوي ينزه ربه، يقول له يا رب انا عقلي كان على قد كده، وانا كنت حاسس ان انا لو قلت غير كده مش هنزهك يا رب، انا كان قصدي انزهك والله، والله ما كان قصدي كده، اغفر لي يا رب. ربنا يقول له عجن، يلا يلا عدي، واخد بالك. الحكايه سهله، ربنا رحمته واسعه، لكن ما تؤديش الامور دي الى عمق الخلاف اللي بينا نقعد نضرب في بعض، لان ده ما يصحش اننا نقعد نضرب في بعض وعدونا بيضربنا احنا الاثنين. ده حتى العوام يقول لك انا وابن عمي على الغريب، فهمت ازاي؟ فخليك انت وابن عمك بقى. ادي معنى كلام الشيخ. وسئل عن صفة المريد فقال المريد اي المريد الوصول الى الله، اي السالك في الطريق الى الله، ده معنى المريد. ما قال الله، سئل عن صفة المريد فقال ما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هذه صفة المريد يا سيدي. يبقى صفة المريد كمال الاضطرار إلى الله، كمال الاضطرار إلى الله مع كمال توفيق الله لقول الله تاب عليهم قبل أن يتوب. فلا بد أن يكون في كمال الاضطرار إلى الله مع كمال توفيق الله بدلالة تاب عليهم قبل أن يتوبوا فتابوا فوصلوا. أدي معنى صفة المريد، كمال الاضطرار مع توفيق الله الدال على قول الله عز وجل ثم تاب عليهم، ثم التوبة وهي أول خطوة في الطريق للوصول إلى الله لقول الله عز وجل ليتوبوا. وقال الأحوال كالبروق فإذا ثبتت فهو حديث النفس وملازمة الطبع، يعني ما يطرأ على النفس من مكاشفات ومن أحوال في الطريق الوصول إلى الله تكون كالبرق الخاطف لا تستقر، فما استقر وحكيت عليه فهذه من شهوات النفس، لأنك بحكايتك تريد الشهرة وبحكايتك تريد الركون إلى ما كشف وعدم الوصول إلى المكشوف عنه، فهمت إزاي؟ يبقى دي من إيه؟ من ملائمة الطبع، دي كلام عن النفس وليس عن الحال، كأنك أنت الحال ظهر واختفى وأنت قاعد بتحكي في حاجة أنت ما لحقتش تتملى منها،
فهتحكي غلط، فالأحسن ما تحكيش، الأحسن تسكت، الأحسن لا تنشغل بما فتح الله به عليك من معان في الطريق عن المراد وهو الوصول إلى الله. وضربت لك المثال، إذا كنت مسافرا إلى بلد ما، وإحنا مننا في الصيف بندي مثال الوقت بالساحل الشمالي والإسكندرية، كل الناس تحب تسافر في مصر في الصيف للساحل الشمالي. تيجي أنت في الطريق إلى الله، في الطريق إلى الإسكندرية برضو، ما هو كله إلى الله، أنت رايح هناك علشان تستجم مش عشان تعمل معاصي، أنت راجل طيب. فرايح أنت في هذا الطريق، وجدت بقى إيه، ناس واقفين في الطريق بيبيعوا بالونات، وبعد 2 كيلو ناس بتبيع لعب أطفال، وبعد شوية ناس بتبيع حاجات ساقعة، وناس بتبيع جيلاتي، وبعدين بعد شوية واحد واقف بملايات، واحد تاني واقف مش عارف بجلاليب. سوق بقى، طول ما انت ماشي سوق شغال. تصور انت بقى كل ما تشوف الحاجات دي تنشغل بيها هتوصل امتى؟ لابد انك تعرض عنها لحد ما توصل بسرعة، صح ولا لا؟ لكن لو كل ما تلاقي واحد واقف ولو بتاع ليمون قاعد بيلعب في ليمون وتروح راكن جنبه، طب هتوصل امتى؟ اهي دي اللي بيحصل لك في الطريق للوصول الى الله. يحصل بعض المكاشفات، بعض الانواع اللي فيها نوع من التجليات، يقوم الانسان ينشغل بها عن الوصول، فيقعد يتلهي فيها ويتكلم عليها ويفتكر نفسه وصل وهو ما وصلش، ده لسه هو في اول الطريق، ده ما وصلش حتى لحد المحطة الرسوم اللي بيدفع علشان ياخد الطريق، ده لسه، ده هو كان قبل ما يوصل للمحطة مسكين، ده هو لسه في KG1، يا دوب اتكشفت له حاجة، شاف رؤية، شاف حاجة، يا يقول خلاص انا وصلت، ويقعد يلم الناس حواليه، اصل انا شفت وعملت، انتوا ما تعرفوش، انا بيني وبين ربنا عمار، ده انا واصل ما تقلقوش، وهو ولا واصل ولا متنيل على عينه، ده هو انشغل، انشغل بايه؟ زي الطفل اللي انشغل باللعبة عن اهله، لحد ما اهله ركبوا الاتوبيس والاتوبيس مشي، دور على اهله، قالوا ده مشوا من زمان، طب هما فين؟ قام قاعد يعيط ويرفص، ورمى اللعبة، اللعبة اتكسرت، وهو خسر اهله، وتاهت الطريق. وده اللي بيحصل بالظبط مع كثير من المريدين والسالكين، وفي الاخر يرجع كما كان من عوام العوام، بعد ما كان هيبتدي يركب الاتوبيس، بس اصل هم قبل ما يركب الاتوبيس بيوزعوا لعب، فخد اللعبه الواد فرح بيها، قعد بقى في ركن كده يلعب باللعبه ويعمل الزمبالك كده تجري كده تجري كده، راح الاتوبيس ركب ومشي، على ما خلص لعب باللعبه دور على الاتوبيس، خلاص بقى سبقوه. ادي معنى كلام الشيخ، الاحوال كالبروق، فاذا ثبتت، يعني قعدت تثبتها انت وتتكلم عليها بقى وتنشغل فيها، فهو حديث النفس وملازمة الطبع. خدت بالك ازاي؟ وانت مش هتوصل الا لما تخرج من نفسك ومن طبعك. ادي المعنى كلام، يبقى ده كلام ناس عاشت التجربة ووصلت، فبيدلك ازاي توصل. يقول لك اوعى تنشغل في الطريق في الحاجات اللي انت بتشوفها في السكة، بل بالعكس، ده ساعات الواحد يروح اول ما يركب يغمض عينه، يفتح عينه ويقول له وصلت الحمد لله، ما شافش حاجة في السكة خالص. وفي كثير من الاولياء كده، تلاقيه في طريقه الى الله لا يكشف له اي كشف، تفضل الامور كده ولا رؤيه حتى، ولكن يفضل في الطاعه في الطاعه في الطاعه، مواظب مواظب مواظب، لحد ما تلاقي فجاه تعالى اتفتح لي الباب، اتاريه وصل على الباب وهو مش واخد باله. ده بيبقى وصوله اسرع من اللي بيكشف له وينشغل بالكشف. خدت بالك ازاي؟ علشان كده لا تستعجل، ما تفتكرش الحكايه يعني كل حاجه مستخبيه عنك يعني معناها ضرر ليك، بل بالعكس، ده يمكن ربك يخبئ عنك بعض الاشياء حتى لا تنشغل بها عن المراد، فتحمد ربك. نعم. ومنهم ابو اسحاق ابراهيم بن داود الرقي، الفاتحة للروح. اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نسبة للرقة، مدينة على الفرات،
الرقي ده نسبة للرقة، ودي مدينة على الفرات طهرها الله من الأمريكان ومن أعداء الإسلام ونزع الشحناء من صدور المؤمنين المسلمين فيها، من كبار مشايخ الشام ومن أقران الجنيد وابن الجلاء، وقد عمر وعاش إلى سنة 26 و300. وقال إبراهيم الرقي: المعرفة إثبات الحق على ما هو. المعرفة هي إثبات الحق على ما هو، كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان، لم يطرأ عليه تغيير بعد خلق الكائنات وخلق الأحداث، سبحانه هو على ما عليه كان، لأن التغير علامة الحدوث، والله قديم ليس بحادث، فإذا طرأ عليه تغير دل على أنه حادث، وهذا يناقض القدم، فلا بد أن يكون دائم باقي لا يزول لا يتغير. طول عمر المسلمين يتعلموا الحاجات دي، يقول لك سبحان الدائم سبحان الباقي سبحان الذي لا يزول، يعني لا يتغير سبحانه وتعالى. أدي معنى كلام الشيخ: المعرفة إثبات الحق على ما هو، خارجا عن كل ما هو موهوم أي متصور، خارجا عن كل ما هو موهوم أي متصور، لأن الله ليس كمثله شيء، فالله ليس كما تتصور بل فوق ما تتصور، لأنه لو كان كما تتصور لكان مقهورا لكان مدركا، والله غاية ما هنالك، غاية الإدراك العجز عن الإدراك. وقال: القدرة ظاهرة والأعين مفتوحة، ولكن أنوار البصائر قد ضعفت، أي ضعفت من الاستدلال بالصنعة على الصانع. القدرة ظاهرة أي برؤية المقدور، وهو الممكن، وهو الكائنات جميعا. أنت عندما ترى الأكوان أمامك وترى المخلوقات أمامك تستنتج وترى قدرة الله عز وجل، فالقدرة ظاهرة برؤية المقدور، الرؤية ظاهرة برؤية المقدور، أو القدرة ظاهرة برؤية الممكن، لأن القدرة متعلقة بالممكن، فهو على كل شيء ممكن قدير، فرؤية الممكن. وما هو الممكن؟ هو كل ما سوى الله، كل ما ليس بواجب ولا مستحيل فهو ممكن، فهي الأكوان، هو ده الممكن، هو ده المقدور، هو ده مجال ظهور قدرة الله عز وجل فيه. هذه معنى القدرة ظاهرة أي برؤية المقدور. والأعين مفتوحة يعني الأعين وأنت شايف، شايف بالحس ومدركها. ولكن أنوار البصائر قد ضعفت أي كلت عن معرفة الصانع بالصنعة سبحانه وتعالى. وقال: أضعف الخلق، أضعف الخلق مين؟ من ضعف عن رد شهواته. معلوم أن الاسترسال مع شهوات النفس يؤذيها بل يهلكها بل يرديها، هذا معلوم، كل الناس تعلم ذلك. فتصور أنك تجلس لا تستطيع أن تحرك يديك ولا قدميك ولا جسدك، ثم يأتيك إنسان بسكين يريد أن يؤذيك ويدخل عليك ويقترب منك وأنت لا تستطيع الحركة، فتكون في هذه الصورة أضعف ما تكون، لا تستطيع أن ترد ما يؤذيك. هو ده الضعيف صح؟ لا، هو ده الضعيف صحيح صح. يبقى شايف الأذى اللي جاي له وهو مش قادر يتحرك يبعد عنه، ويفضل كده يراقبه لحد ما يجي يدخل في جسمه، يبقى ده مفيش أضعف من كده، مسكين، مفيش أضعف من كده. أهو ده بقى ده معناه أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته. شهواته جاية زي الذي يريد أن يغتالك وأنت تراقبها مسترسلا معها لا تفر منها، تبقى ضعيف صح ولا لا؟ بعدما أدركت أن شهواتك تؤذيك ولم تفر منها بل استسلمت لها كالمشلول الذي يجلس مستسلما لمن يريد أن يؤذيه،
يبقى ده اضعف الخلق. شفت الصورة بقى؟ اضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، واقوى الخلق من قوي على ردها. هو ده اقوى الخلق. انا الاقي جاي حد عايز يهجم عليا، اروح قايم ماسكه اديله الابيض. دي القوة بقى، دي هي دي القوة بقى. مش ان انا استرسل مع شهواتي، لا، ان انا اقضي على شهواتي، اخذ من شهواتي بقدر الحاجة والضرورة من الباب المباح، لا من الباب المحرم ولا المكروه، بقدر الحاجة والضرورة. هو ده القوي. القوي اللي يبقى قاعد جعان وما يملاش بطنه للاخر، مع ان الاكل اللي قدامه حلال. هو ده القوي. صحيح. ليه؟ لانه خايف، لانه لو ملى بطنه من المباح حينام حيبيع عليه الفجر، لانه هو جرب كده في نفسه. ده هو لما بياكل ويشبع ينام عايز له 5-8 ساعات على ما يدوب يفوق للدنيا تاني. جرب كده مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين ومية، وبالرغم من كده يقعد يملى بطنه والساعه 1 صباحا والفجر فضل عليه 3 ساعات. تبقى انت غلبان مسكين، ده انت قاعد بتقضي على صلاه الفجر. يبقى خلاص خد لك لقمه بسيطه، لقمه واحده، قوم نام. رديت شهواتك، خدت حاجتك وقمت وانت جعان، تبقى انت قوي. انما الثاني ضعيف مش قادر يقوم ويسيب طبق الفتر الا لما يخلص ويغرف طبق تاني ويخلص ويجيب طبق الحلو ويخلص ويجيب طبق الفتر ويخلص لحد ما خلص على عمره، وفي الاخر ينام يهوله لحد ما الشمس تطلع بعد 3 ساعات على ما يقوم يصلي الصبح الساعة 10 الصبح. ليه؟ لانه ما قدرش يرد شهواته. فهمت بقى معنى الشيخ؟ معنى كلام الشيخ ايه؟ ده كلام هام في التربية. ليس الشديد بالسرعة، يطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده الشديد صحيح. انما السرعة، طب ما عاد، طب انت كده روح لأي حيوان وبهيم ماشي انغزه كده يرفس، اول ما تنغزه روح رفس، ده شغل حيوان. لا، روح للإنسان العاقل كده انغزه يقول لك سامحك الله، تاب الله عليه، لأنه مش حيوان، لأنه عالي القدر مكرم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه بقى زي الحيوان وأشد. يقول لك أنا اللي يلمسني أقتله، اللي يرشني بالمية أرشه بالدم. مش بيقول كده؟ أشد من الحيوان. ربك يستثنى بقى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفضلوا في أحسن تقويم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول إيه؟ دول ما زالوا في أحسن تقويم. آدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده بقى القوة صحيح. ليه؟ لأن الغضب شهوة والتشفي والانتقام شهوة. فالذي مع الغضب ينتقم يبقى بيتشفى، والذي يتشفى يبقى مع شهوته، يبقى لم يستطع ان يرد شهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، رد شهوتك، رد شهوتك في اشد ما تكون وانت في حال الغضب، تكون ساعتها اقوى الناس. ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو نفس كلام الشيخ بالظبط، ولكن عبر عنه تعبير الذي عاش التجربة، تعبير الرجل الذي عاش التجربة مع نفسه فقهرها، فقال أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، مش كده؟ وأقوى الخلق من قوي على رده. روح كده دار الإفتاء جنبك كده، ولا الأوضة الأولانية اللي بيقعد فيها المشايخ، تجد داخل عليهم ناس من 9 الصبح لحد الساعة 3 كلهم جايين علشان يمين طلاق. كل واحد جرر مراته وراه وجاي يسأل الشيخ. أنا رميت عليه يا عم الشيخ، أنا كنت أصلي غضبان وزعلت قوي ورحت رامي عليه اليمين، لأنه ما ملكش نفسه. عارف لو ملك نفسه الشيخ هيروح مش هيلاقي حد يجيله، لانه ما حدش هيرمي اليمين الا لما يبقى عايز يطلق فعلا. فساعتها مش محتاج شيخ بقى، لانه هو عايز يطلق. لكن ليه هو قال الكلمه وفلتت منه
وهو ما كانش عايز لأنه ما ملكش نفسه عند الغضب، ما ملكش نفسه عند الغضب، يقوم يندم، استرسل مع شهوته وهو إرادة الانتقام من زوجته في لحظة إغضابه، فيروح قايل لها كلمة تغيظها أكتر، وبعد ما يروق الجو الله إيه المصيبة دي، إيه اللي أنا قلتها، تعالي بكرة نروح لازم نسأل الشيخ. طب املك نفسك، املك نفسك عند الغضب، خليك شاطر، ما تعملش لنفسك مشاكل. وفي الآخر يروح للشيخ يقول له طلقت، يقول له نروح لشيخ تاني، يفضل يدور على شيخ تاني وثالث ورابع لحد ما يلاقي واحد قاعد على القهوة يقول له يا شيخ ولا يهمك، روح مراتك حلالك، ايه المشكلة؟ وهو بياخد نفس من الشيشة، يروح يقول لك انا شفت راجل لابس عمة بياخد نفس من الشيشة قاعد على القهوة، قال لي ولا يهمك ويروح. طب وليه انت وقعت نفسك في الأزمة من الأول؟ ليه انت وقعت نفسك؟ لأنك لم تملك نفسك عند الغضب. فهمت ازاي؟ اقرأ صفحة الحوادث، يقول لك فلان قتل صاحبه، ومش عارف علان قتل مش عارف صديقه، وعلان قتل اخوه علشان كان مش عارف يتخانق مع امه قدامه فما قدرش يملك غضبه على امه فقتل اخوه، فالواد مات وهو اتسجن وامه مش لاقي حد يخدمها، يبقى انت كده خدمت امك؟ الله، امك مسكينه وواد تاني فاشل فاسد من اخواتك بيأذيها، تقوم تروح تقتله وانت الوحيد اللي بتخدمها، تقوم تتسجن وتسيبها في الاخر الجيران يخدموها، تبقى انت كده خدمتها ولا ضرتها؟ ضرتها. يبقى الحكايه عايزه الواحد يفهم، عايزه الواحد يملك نفسه عند الغضب، ساعتها صفحه الحوادث تقفل، واقسام البوليس يقفل، والشيخ اللي قاعد في دار الافتاء ده يروح ويستريح، يقعد يعبد ربه. وقال علامه محبه الله ايثار طاعته ومتابعه نبيه، اللي هي الايه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن كلامه في الهامش نفسك سائرة بك، يعني نفسك ماشية بيك، وقلبك طائر بك، عايز تروح بري ولا طيران؟ عايز تروح لربك بري ولا طيران؟ يبقى امشي مع قلبك. ادي معنى كلامه، انت نفسك ماشيه كل شويه تتكعبل وتقع وتاخد هدر، وكل شويه تقع وتاخد هدر، تمشي مع نفسك وتقع وتاخد هدر وتتعور، ولا تمشي مع قلبك مراقبا لربك؟ خدت بالك ازاي؟ مع قلبك، القلب طاير فرحا بالوصول الى الله، ويمشي يقطع المسافه اللي تقطعها نفسك في يوم يقطعها في طرفه عين كالبراق، تمشي مع مين؟ أو أدي معنى كلام نفسك سائرة بك. أصل نفسك دي زي الحيوان، كل ما تلاقي إيه شوية برسيم عايزة تاكل هنا، تلاقي شوية حشيش عايزة تاكل، شبعت تقوم تقعد تلعب شوية تتمرمغ كده. طب وبعدين هنوصل إمتى؟ إنما قلبك طيران، يقول لك أنا جيت لك طيران من الشوق طائرا على جناح الشوق، مش كده بقى؟ نفسك سائرة بك وقلبك طائر بك فكن مع أسرعهما، امشي مع الأسرع. وقال قيمة كل إنسان بقدر همته، قيمة الإنسان إيه؟ شوف أنت مهتم بإيه، هي دي قيمتك، هي دي قيمتك، أنت مهتم بإيه؟ قيمتك كده. امشي في الشارع أنت مهتم بإيه دلوقتي؟ يقول لك أدخل الحمام، طب يلا شد حيلك. انت مهتم بيه دلوقتي؟ يقول لك عايز كيلو كباب، نفسي، يلا روح كباب اهو، بتاع الكباب. انت مهتم بيه دلوقتي؟ عايز مرافقة النبي في الجنة. ده يبقى قيمة المرء بما يهتم به. شوف سيدنا ربيع الاسلمي، فقير من فقراء الصحابة من اهل الصف، لا يملك ثوب يستر جسده ولا حذاء يستر قدمه من صحراء ولا أرض المدينة، وعايش مع أهل الصفة، مالوش بيت ولا زوجة ولا حط إيده في جيبه، مالوش جيب أصلا علشان يبقى عنده حاجة، لا يملك شيء من حطام الدنيا وعايش كده. يقول إيه؟ كنت أبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، يعني بيخدم النبي بس،
مالوش بيت، فقال انا اعمل ايه ادام انا ماليش بيت؟ استثمر وقتي بقى اقعد اخدم النبي. فبقى ينام على باب بيت النبي عشان اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يلاقيه، ونايم على باب البيت عشان اول ما النبي يخرج يصحى لانه هيعدي عليه. يوم اول ما يصحى يروح جايب للنبي الوضوء بتاعه وجايب له حاجته، يقوم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق، يحب يرد ايه الجميل باعلى. فقال له مره سالني، تفتكر انت واحد زي ده يقول له يا رسول الله عايز زوجه وعايز بيت وعايز عزبه وعايز اللي انا عايزه وفرس؟ ما هو الفرس زي المرسيدس في زماننا ده وقت، واخد بالك ازاي؟ يعني فرس، وعايز طب جمل برضه عشان نجيب عليها الميه، كانوا يسموها ناضح لان ما كانش عندهم ميه في البيوت، كانوا يجيبوا الميه على الجمال. وما يجراش والله لو طلب كده ما نزعل، ده راجل فعلا محتاج، ولا كنا هنزعل، لكن ما كناش هنجيب سيرته لانه طلب العادي المعتاد. والنبي بيقول له سالني يعني على بياض، يقوم يقول له ايه وهو في حاله ده؟ قد يكون بقى له يومين ما كلش وجعان، وقد يكون شتاء ويكون ثوبه مش مغطيه من البرد ويبقى بردان. يقوم يقول للنبي ايه؟ كلنا حافظين الحديث، يقول اريد مرافقتك في الجنه. شوف الهمه بقى، شوف علو الهمه بقى، وشوف حاله ايه، شوف حاله ايه وهو بيفكر في ايه. ادي علو الهمه يا سيدي، قيمه المرء ما اهمه. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ او غير ذلك يا ربيعه، ده انت يعني زي ما تقول يعني فجرت بقى، ده انت نطيت يعني طالب طمع بقى، ده انت داخل على طمع، واخد بالك؟ يقول له او غير ذلك، طب ما تقول حاجه تانية كده مقدوره سهله نجيبها لك. كان الله سبحانه وتعالى اعطى لنبيه التصريف لما بيقول له سالني، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له التصريف انه يجيبه بما يطلب، بمعنى كده انما انا قاسم والله يعطي. افهم، ما هو الحديث صحيح، يعني النبي له التصريف. اذا كان ربنا سمى الملائكه مدبرات امر في الملائكه، والنبي اعلى ولا الملائكه؟ يبقى اما تقول على النبي كان يدبر الامر، ايه المشكله؟ اي باذن ربه، كما ان الملائكه تدبر الامر باذن ربها، وربنا سماها المدبرات امر. يقول لك يا مشرك، مشرك ايه؟ ما ربنا بيقول على الملائكه المدبرات امر، وهو نفسه قال يدبر الامر يفصل الايات، يدبر الامر. هذا من باب ايه؟ من باب مصدر الشؤون، اما مظهر الشؤون فعلى ايدي الملائكه. فيظهر مظهر الشؤون يظهر على ايدي الملائكه في تدبير الامر، وهو الذي يرسل الرياح سحابا فتثيره، فهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. مش هي كده؟ طيب، بيرسل الملائكة هي اللي تسوق السحاب، وكله بأمر الله، لكن في الظاهر مين اللي بيسوق السحاب؟ الملائكة. ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته ويرسل. يبقى لما ربك قال والمدبرات أمرا أراد مظهر الشؤون، ولما قال يدبر الأمر أراد مصدر الشؤون بالخلق والإيجاد، أما بالظهور فعلى يد من شاء من عباده. فيكون تدبير الامر بالظهور على يد النبي، وبالخلق والايجاد على يد الله عز وجل. ايه الشرك اللي فيها؟ ما جعلك انت مظهر ظهور الابن منك بعد زواجك، فتبقى انت خلقت ابنك لكن لابد من وجودك لكي يظهر ابنك، ولم تش خلقت ابنك، فكنت سببا لمظهر وجود البنوة والأبوة، واضح؟ لكن لم تخلقها. فلما تيجي تقول النبي يدبر الأمر أي مظهرا لتدبير الأمر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم باللام الداخلة في جواب القسم، كأنها قسم أو توكيد، تفيد برضو القسم، إنك لتهدي. وفي آية تانية يقول لك إنك لا تهدي من أحببت بلا النافية، يبقى القرآن ما فيهوش تناقض. إنك لا تهدي أي لا تخلق الهداية، وإنك لتهدي أي تدل على الهداية. فالحكاية سهلة،
فلما يجي يقول النبي له التصريف، النبي يدبر الامر، لا شيء، ما الملائكه ربنا على عليها تدبر الامر، ايه المشكله؟ فيش اي شرك. لما النبي يقول سالني معناه ايه؟ له التصريف على طول كده. يجي له واحد فقير غلبان يقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله اعطني، يقول ليس عندي شيء، ولكن اذهب الى السوق وابتع ما شئت وكل على محمد. يبقى له التصريف. تقدر انت تعملها يا بخيل؟ ما تقدرش، لان ليس لك التصريف. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده نبينا المصرف للناس في الغرف. في الجنة كده سيدنا رسول الله هيقسمها، يقول لك انت خد من هنا لهنا، وانت خد من هنا لهنا، وانت خد من هنا لهنا، كله بإذن الله. لكن اللي هيصرفها رسول الله ظهورا، واللي هيفتحها رسول الله ظهورا، واللي خلقها رب العالمين ايجادا. افهم. فما فيش ايه بقى الشرك اللي هنا يا وهابي؟ مش فاهم انا الوهابي ليه قلق نفسه وخايف لحسن يقع في الشرك ويقع في بحر السوء. مفيش، فيش ابدا. نحن لا نركن الى السبب، ولكن نتعلق بالسبب تأدبا مع السبب والمسبب. هذه المسألة كلها بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقوى الاسباب، لا شك في ذلك. النبي اقوى الاسباب للوصول الى الله، اقوى الاسباب للوصول الى الهداية، اقوى الاسباب للوصول الى سعة الرزق، اقوى الاسباب للدخول للجنة. بس هي دي المسألة. فقال له: او غير ذلك؟ قال: لا غير ذلك يا رسول الله. قال: اذا فاعني على نفسك بكثرة السجود. حديث كده. شوف علو همة الصحابي بقى، عالي ازاي همته، وشوف حاله ايه، تعرف علو همته. ما اصل لو جاي له كده يعني لابس احسن لبس وراكن الفرس بتاعه ومتجوز بدل الواحدة اتنين تلاتة وعنده ملك اليمين 10، واخد بالك، وواكل امبارح ديك رومي وشبعان، وبعدين الرسول يقول له سالني، يقول له مرافقتها في الجنة عادي، ما هو شبعان ومكسي ومتجوز وعنده بيت وعنده ضياع، يبقى من حقه بقى يفكر في حاجة تانية، صح؟ يبقى مفيش هنا علو همة عادي، ده عادي. لا، علو الهمة تستنتجها من حاله مع شدة فقره، واخد بالك ازاي؟ الظاهر يدل على علو همته. وعشان كده قيمة المرء فيما أهمه. شفت بقى؟ قيمة المرء أو قيمة كل إنسان بقدر همته، يعني فيما يهتم به. فإن كانت همته الدنيا فلا قيمة له. لو كانت همته الدنيا بقيمته إيه؟ ولا حاجة، ما هي الدنيا هتفنى. يبقى همته تفنى معاه. وإن كانت همته رضا الله فلا يمكن إدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليه. وقال: السياحة بالنفس لأرباب الظواهر علما وشرعا وخلقا. ياه، يعني المجال اللي اترعى في النفس هو مجال العلم والشرع والخلق، ده المجال اللي اترعى فيه النفس. بترعى في ايه؟ في مجال العلم وهو الاستدلال، والشرع وهو الطاعة والانقياد، والخلق وهي حسن معاملة الله وحسن معاملة الخلق. ده المجال اللي بترعى فيه النفس. طيب، والسياحة بالقلب، المكان اللي بيرعى فيه القلب ده ايه؟ لأرباب البواطن حالا ووجدا وكشفا. يبقى المجال اللي بيسعى فيه القلب هو الحال والوجد والكشف، والمجال اللي بيسعى فيه النفس هو العلم والشرع والخلق. يبقى ده في مجاله وده في مجاله، لأن القلب مجال ترتع فيه الروح، والروح تستشرف لكشف ما كانت فيه من العلم الأول، تستشرف للعلو فتريد الكشف وتطلب الوجد والغياب فيما هي فيه. الروح بتستشرف هذا، لكن النفس مشغولة بطلبات الايه؟ الظاهر والبدن مع الروح. فمجالها ايه؟ العلم الذي يدل على المعلوم، لانها محجوبة، محجوبة بشهواتها. فالمحجوب بشهواته محتاج الدليل ليدله على المدلول.
لأنه محجوب بشهوته، والعلم هو الدليل، ده مجاله ومش كده وبس، والعلم يوصله إلى الانقياد اللي هو الشرع، والشرع يوصله إلى حسن المعاملة مع الخلق ومع النفس ومع المخلوق اللي هي الأخلاق. شفت الكلام بتاعهم عالي ازاي؟ عالي وعام، يفهمك مجال دي ايه ومجال دي ايه ومجال دي ايه، ولا يستطيع الا من فتح عليه، لا يستطيع ان يقول الا من فتح عليه، فضلا عن ما يستطيع ان يفهمه، لان في ناس برضو ممكن يقعد يقراها يقول ايه ده، ايه الكلام ده، لانه هو اصلا ما عداش على مجال العلم فعرف حدوده، وعرف ان في بعد العلم حاجة اسمها معرفة، والمعرفة اعلم العلم، لان العلم مع الدليل والمعرفة مع المدلول، فهمت؟ فرق كبير، لكن لابد ان تصل للمعرفة عن طريق العلم بالعمل بما علمت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، اللي هو معنى آية واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلم، هو نفس معنى الحديث. ومنهم ممشاد الدينوري، الفاتحة لروحه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كبار مشايخهم، كاتب في الهامش، صاحب ابن الجلاء وكان عابدا زاهدا، ومن أقواله إنما ورث الحكماء الحكمة بالصمت والتفكر، مش بالرغي كتير ونقعد في النادي وعلى القهوة نتفرج على التلفزيون ونضيع وقتنا، هتجيلك الحكمة امتى؟ ما انت مشغول، جت دقت على بابك لقيتك مشغول بتاخد نفس من الشيشة، جت تدق على بابك لقيتك مشغول بتلعب 10 طول، جت تدق على بابك لقيتك مشغول بتتفرج على المسلسل، جت تدق على بابك الحكمة لقيتك مشغول، أين تذهب هذا المساء؟ فضيعت عمرك مسكين، فالحكمة جت كذا مرة يئست منك بطلت تجي لك بقى، سابتك، لكن الحكمة ما تجيش إلا بالصمت والتفكر. وعشان كده من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. عارف العارف والسالك يستوحش من الخلق كما يستوحش الإنسان من الوحش، ليه؟ لأنه حاسس أن الناس دي زي الوحش هتاكل وقته، ووقته هو نفسه، فتصور أنت تشوف وحش جاي لك خايف يأذيك يأكلك تقوم تجري منه وما تجيش هنا تاني، صح ولا لا؟ لانه حاسس انه هياكلك. عارف الانسان اللي بيجي يضيع وقته عندك ويشرب الشاي ساعتين معاك، ده خد من عمرك ساعتين ما تعرفش تعوضهم ليوم القيامه باي ثمن، يبقى ده اشد من الوحش ولا لا؟ اشد من الوحش، ده عبدك خد منك سنتين، خد منك ساعتين، عارف الساعتين دي تقرا فيهم جزئين قران، كل حرف بعشر حسنات، ده لو انت بتقرا يعني بالقرايه المعتاده بلا يعني فتح من الله، لان في ناس في الساعتين دي ممكن يقرا 10 اجزاء، ده بيبقى ساعتها بقى ربك بيفرد له الوقت، بيفرد له الوقت. عارف الساعتين دي تصلي على النبي في قد ايه؟ تصلي على النبي ما يقلش عن 20,000 مره في الساعتين، اي صيغه، الوقت بيتسع حسب الصيغه اللي انت عايزها، بس الهمه، قول يا رب انا بس ما عنديش غير الساعتين دول وعايز اصلي على النبي، واقعد اشتغل اشتغل اشتغل، تبص تلاقي الساعه مش عايزه تمشي وقاعد تخلص ومش عايز. ما جربتش الحكايه دي وانت في الطاعه؟ لكن جرب نفسك وانت في المعصيه تلاقي الساعه ايه ده انا ما حسيتش، ياه طب سلام عليكم، شلة الأنس والعكننة،
يقول يا ده انا كنت فاكرها الساعة بقت 11، ده بقت الساعة 2 بتاع صباح. واخد بالك؟ يعني في المعاصي الوقت يضيع هوا. لكن اقعد كده اقرا قرآن وفي الطاعة تلاقي كل شوية تبص في الساعة، انها تتعتع، ايه ده؟ لأن جت بركة، والله جرب كده. طب خش صلي ركعتين وطول، وهات سورة طويلة كده، وابتدي اقراها بعد الفتح. فضي نفسك كده. واشتغل بقى في سورة البقرة، وشغال شغال، وربنا بقى فتح عليك بقى وفرحان بقى بالطاعة. تلاقي نفسك فتحت خلصت سورة البقرة وركعت، وقمت خلصت سورة عمر وانا وركعت، بصيت في الساعة، ايه ده؟ ساعة واحدة؟ الحمد لله. واخد بالك؟ تحصل ولا تحصل؟ تبص تلاقي الزمان انبسط، لكل الناس والله، لكل الناس والله. بس جرب، جرب، مش تجرب ربك، جرب نفسك. لكن ما تجربش ربك، جرب نفسك. إنما ورث الحكمة، إنما ورث الحكماء الحكمة بالصمت والتفكير، اللي هو التفكر يعني. مات سنة 99 و200، قال ممشاد الدينوري: أدب المريد في التزام حرمات المشايخ. يا سلام، في التزام الأدب. الأدب، أصل الأدب مع الله بالتأدب مع السبب الموصل إلى الله. افهم، الأدب مع الله بالتأدب مع السبب الموصل إليه. فإذا كانوا المشايخ دول هيدلوك على الله، يبقى لابد أن تتأدب، فصاروا سببا موصلا إلى الله، فصرت لابد أن تتأدب معهم لتصل. هذه معنى بالتزام الأدب مع المشايخ. خدت بالك؟ باحترامهم، بامتثال أوامرهم، برد غيبتهم. مش العالم قاعدة تألف الكتب في العف الأولية ويشتموا في الأولية؟ محرومين، مساكين، لم يلتزموا الأدب مع الأدلة على الله، فحجبهم الله في أنفسهم وشهواتهم، فحرموا، حرموا من أقل أنواع الكشف، وهي الرؤية الصالحة، يراها العبد أو ترى له. فمسكين لأنه حرم نفسه. أدب المريد في التزام حرمات المشايخ، ومش شرط المشايخ اللي عايشين والأموات، ده حرمة الميت أشد من حرمة الحي، لأن الحي قد يملك أن يرد عليك، وقد تملك أن تستسمحه فيسامحك في إذا أذيته، أما الميت فلا يملك أن يرد عليك ولا تملك أن تستسمح. يبقى حرمة الميت أشد ولا لا؟ أشد. وعشان كده لازم تحافظ على حرمة الميت أشد من حرمة الحي، أو على الأقل اعتبرها كحرمة الحي. أدب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان، اللي هم ما هو في مشايخ أدلة وفي إخوان قاعدين معاك عايزين يوصلوا، راكبين معاك الأتوبيس اللي هيوصلك، أو العربية أو الطيارة أو السفينة اللي هتوصلك إلى الله، اللي هم المرافقين لك، اللي هم الإخوان. الأدب معاهم إيه؟ خدمة الإخوان بتحمل أذاهم والصبر عليهم. شوف أنت وأنت مسافر كده وأنت راجل شهم تعمل إيه؟ تلاقي واحد شايل شيلة تقيلة تشيل معاه، مش كده برضو؟ تلاقي واحد مش قادر يشيل شيلته تروح انت شايلها عنه، مش كده برضو؟ تلاقي واحد مش قادر يمشي تروح سانده، مش قادر خالص تروح شايله. كذلك في الوصول الى الله وخدمة الاخوان، يعني بتحمل اذاهم والصبر عليه. يبقى المشايخ تسمع كلامهم وتمتثل لامرهم وتحترمهم وتحبهم، والاخوان تصبر عليهم وتتحمل أذاهم. والخروج عن الأسباب ثالث حاجة، الخروج عن الأسباب أي عدم الالتفات إليها والاعتماد عليها مع القيام بها على أعلى وجه، فتنشغل الجوارح بالأسباب وينشغل القلب برب الأسباب. هذه معنى والخروج عن الأسباب، أي قلبك لا بدنك. مش تيجي تقرا تقول الله، الخروج عن الاسباب يعني الطاعات، يعني نقعد كده اهو
لا، الخروج بقلبك عن النظر إلى العبادات التي تؤديها في أعلى وجه فتفتن بها وتعجب بها فتحبط وتظن أنك واصلا بها. لا، فاكر أنت لما الإمام الواسطي بيقول لتلامذة أبو عثمان النهدي بيقول لهم ماذا كان يأمركم أبو عثمان؟ قالوا كان يأمرنا بالطاعة والصبر عليها مع رؤية التقصير فيه. قال إنما أمركم بالمجوسية المحضة، هل أمركم برؤية منشيها ومبديها، يعني برؤية توفيق الله فيها؟ دي معاني ثانية مختلفة. المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني أعلى. فهمت المسائل؟ ادي معنى الخروج عن الاسباب، اي الاعتماد عليها والالتفات اليها اعجابا او تقصيرا، فيجي لك الوسوسه. ولما تلتفت للاسباب مقصر باستمرار تبقى موسوس. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. تبص لواحد واحد موسوس قالها الثلاث مرات صح، طب ليه بتعيدها؟ يقول اصل الراء في اول مره ما كانتش مظبوطة قوي. طب وليه تاني مرة يا ابني؟ أصل الهمزة الأولانية حسيت إنها وصل مش قطع، فأنا عايزها قطع. الله. طب وليه تالت مرة؟ أصل أنا لما انشغلت بيها كده نسيت أحط النية راكبة فيها فعدتها. الله، ليه الوسوسة دي؟ ما لما هتقعد تلتفت لعملك زيادة عن اللزوم هتحبط عملك برضه، لأن أما تلتفت للعمل بالتقصير تيجي لك الوسوسة. ولما تلتفت للعمل بالكمال يجي لك الإعجاب. لا، اعمل العمل بالامر البسيط بلا التفات زائد فيبقى فيه وسوسة، ولا اعجاب زائد فيبقى فيه عجب، ولكن يبقى فيه اعتدال وتوكل على الله وعدم التفات للعمل. وربك رحيم، وتقولها مرة واحدة الله اكبر، تغسل ايدك ثلاث مرات بس، مش تقعد الحنفية مفتوحة والدنيا كلها غرقت والجيران يقول لك اقفل المية وانت لسه في دراعك، ده قاعد يقول لك اصل لسه ما تبلش، والجيران اتبلوا ودراعك لسه ليه؟ ليه ده كله الوسوسه دي؟ يبقى ادي معنى كلام الشيخ. والخروج عن الاسباب يعني عدم الاعتماد اليها اعجابا لكمالها او وسوسه للنظر الى نقصها. لا، ده انت سايبها لله، لان عارف انك مش هتوصل الا بربك مش بعملك. والعمل ده احنا بنعمله بقدر الطاقه وربنا يجبرنا ومشي حالك، بس تبقى فقيه. مش مشي حالك تقوم ايه ما تبلش كعبيك، زي ما رحت انا مره بتوضى في جامع ولقيت صناعيه كتير كده داخلين يتوضوا جنب الجامع في شارع معروف، كنت بصلح العربيه من مده، فجاي اتوضى لقيت الجماعه يعمل رجله كده تحت الحنفيه ويخش كلهم كعبهم العقب بتاعه ما طلوش ميه، باين بقعه كده باينه ما طلعتش. بقول له يا سيدي اعمل كده بس بالله شويه. يقول لك يا سيدي ربنا غفور رحيم. الله، انتوا هتعقدوها كده يا سنيه. دخل فيها شمال سكت. لا، انت تغسل رجلك كويس وكل حاجه، بس ايه يعني مش بنعقدها، لكن الرسول قال ويل للاعقاب من النار، واخد بالك ازاي؟ لكن خلاص العقب جاله والحاجات دي كلها مفيش داعي بقى اوصلها لحد ركبي، مفيش داعي اقعد ادعكها 10 مرات وهي يا دوب 3 مرات كفايه. فهمت ازاي؟ المبالغه لا، والتقصير وحش، الاثنين وحشين. وكذلك جعلناكم امه وسطا. شوف الجمال، لا افراط ولا تفريط، ولا لا يتاتى الا مع توفيق الله والفقه. لازم تكون عندك فقيه تعرف احكام العبادات ايه وايه اللي يبطلها وايه اللي يصلحها مع توفيق الله بقى، لان كم من فقيه شفناه موسوس، واخد بالك؟ برضه ارى الفقه حظ، وليه بتعمل؟ يقول لك مش قادر، مش حاسس اني ما تبلتش، واخد بالك؟ مسكين. ادب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمه الاخوان والخروج عن الاسباب وحفظ اداب الشرع على نفسه. شفت الكلام الجميل ده؟ احنا لو ما قلناش دول وروحنا الا دول بس وروح كفايه وما نجيش تاني، والله كفايه يكفيك العمر كله. بس الحكايه مش كتر كلام، نعمل بقى. وحفظ اداب الشرع على نفسه يعني علما وعملا بالظاهر، لان الشرع تناول الظاهر. شفت بقى؟
اللي يقول لك علماء الصوفية ما بيعملوش بالشرع الشريف دول مبتدعين، يقولوا كده اهو الراجل بيقول لك اهو، وحفظ آداب الشرع على نفسه، والشرع هو العمل بظاهر الشريعة، يعني بالإسلام الذي هو الصلاة والصيام وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يعني التمسك بآداب الشريعة. يبقى هم حافظين على آداب الشريعة. وقال ممشاد: ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي. ياه والله دي جربناها كتير، ما دخلناش على شيخ من المشايخ ونريد اننا نختبره الا وما استفدناش بيه واتحرمنا منه. ساعات الواحد كده في فترة شبابه يبقى ايه داخل على الشيخ لسه عايز ايه، خايف ليكون حامل بدعة، خايف ليكون بيقول بحاجة غلط، يقوم يجي ايه يبعت له السؤال، قال يعني بيمتحنه، قال يعني بيجربه. يعني اول ما تدخل الدخله دي على الشيخ اعرف ان انت مش هيجي لك فايده من ناحيه الشيخ ده، روح بقى روح بقى، ما تضيعش وقتك. خدت بالك ازاي؟ خد بالك كلام الشيخ ده كلام هام جدا، بيقول ما دخلت قط على احد من شيوخي الا وانا خال من جميع مالي، اي مالي من علم، مالي من فقه، مالي من فهم، مالي من كشف، أريد الزيادة منهم. يا سلام، أنت لو دخلت على بئر ماء وأنت عطشان، وداخل على البئر ده وأنت عندك زمزمية مليانة مية، هتفكر تملى مية من البئر ده؟ ها؟ طب ارمي ميتك وادخل على البئر، هتشرب وترتوي. ماء جديد وعلم جديد ونظرة جديدة وفهم جديد. فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده لازم اما تيجي تدخل على الشيخ ما تخشش بنية اختبار الشيخ، حتى لو كان حامل بدعة انت ما انت عارف، عرفت اتعلمت وعرفت، خد منه الخير وما لكش دعوة بالحاجات التانية الوحشة اللي فيه، لانه محدش معصوم، خد منه الخير. انا شفت ولي من الاولياء ومدخن، ايه رأيك بقى؟ مدخن ومستجاب الدعوة. مش معنى كده ان التدخين حلو، التدخين حرام، لكن مش معنى انك انت مجرد لقيت مسلم بيدخن معناه يسقط من نظرك، لا، ممكن يكون ربنا جابر له تقصير الظاهر ده في هذه النقطة بحاجات اخرى كاملة فيه انت مش واخد بالك منه، لان ربك بينظر الانسان على بعضه كده على بعضه، فيقوم يجبر دي مكان دي ويجبر دي مكان دي ويجبر دي مكان دي، يلاقي في الاخر رجح الكفيت وعدي، ما هو خلقه ناقص ويعلم انه ناقص. فتيجي انت تخش اول ما دخلت، يا ده انا لقيته حالق لحيته، لا يا عم مش هناخد منه حاجة، اتلهي بقى روح. لا اصل انا رحت لقيته كان الناس بتصلي وهو قاعد كده مشغول في حاجة تانية، ما بيصليش في اول الوقت، ما يمكن دائم حدث، ما يمكن شيخك دائم حدث، ايه عرفك؟ يمكن عنده انفلات ريح. مش انت قريت عن الشيخ اللي كان عنده اسهال دائم، كان كل ما يقوم يروح يتوضا؟ ما يمكن الناس بتصلي وخايف هو يقوم الريح يطلع منه، فهمت ازاي؟ وهيصلي وهو قاعد عشان اول ما بيقوم الريح بيطلع منه، مش محتمل؟ ويطلع ولي كبير وحرمت نفسك منه، لان انت بس قاعد تحكم على الناس، داخل قاضي عليه، داخل قاضي بتقضي بين الناس، غلط غلط. زي ما شبهت لك كل شيخ مليان مية ترتوي منها، لما تجيله فضي زمزميتك وروح عبيها منه واشربها هتستفيد. فهمت ازاي؟ لان لازم هتجد فيه خير. الامام البخاري روى عن مين؟ عن بعض المعتزله وعن بعض ليسوا من اهل السنه، في بعض الروايه روى عنهم ممن ليسوا من اهل السنه. ليه؟ لان الروايه المقصد فيها الصدق في البلاغ، فوجدوا ان هو فعلا صاحب بدعه الا انه صادق ما يكذبش ابدا، بس هو صاحب بدعه وهو بيروي
فلقى المجال اللي بياخد منه فيه هو صادق فيه، ومجال البدعة بتاعته ما لناش دعوة بيه، هو ليس داعية له. فهمت ازاي؟ فخد منه الخير وبعد عن الشر. طول عمر الأمة كده. الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق به. فهمت ازاي؟ ده الإمام الشبلي ماشي في السوق مرة، فسمع واحد بينادي على الخيار، بيقول له الخيار العشرة بدرهم، قال له امال الأشرار يبقوا بكام؟ فهم عظة، فهم العظة من بياع. يعني شوف الحكمة ضالة المؤمن. واحد تاني بيقول ايه؟ زعتر بري، زعتر بري، زعتر بري في السوق. التاني قال له ايه؟ اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، لا حول ولا قوة الا بالله. وراح داخل على الجامع سمعها هو اسعى ترى بري، والتاني بينادي يقول لك زعتر بري، زعتر بري. يبقى كل واحد الحكمة ضالة المؤمن، حيثما اهتميت تسمع حاجة على ما اهتميت بيه. وكذلك اما تخش على الشيخ خش بالطريقة دي، تقوم تستفيد بكل المشايخ عصرك، تاخد منهم كل الخير، وبعدين ابعد عن اي سقطة لسقطة عالم. ولكن لا يسقط العالم من نظرك بسقطته، بل تتجنب سقطته دون ان يسقط من نظرك. هو دي القوة. ازاي تتجنب سقطة العالم ولا يسقط العالم من نظرك؟ هي دي القوة. لو وصلت للمرحلة دي هتستفيد بكل مشايخ عصرك، يقوم كل مشايخ عصرك تاخد بايدك، تلاقي نفسك وصلت في لحظة. فهمت ازاي؟ انما انت ماشي قاعد عامل نفسك حاكم على مشايخ العصر، لا لا ده حليق لحية، ده ملتحي، ده مربي لحيته بس بياخد منها بيحففها كده، لا ده اصله مش عارف بيعمل ايه، لا ده اصله بيلبس بنطلون طويل شوية نازل تحت الكعبين، لا ده. طب امال هتاخد من مين؟ هتاخد من مين يا مسكين؟ ما انت مش لاقي واحد بقى، خلاص كله ضاع، اعتمد على نفسك، خبت وخسرت. فهمت ازاي؟ ادي كل المشكلة، ادي معنى كلام الشيخ. يقول ما دخلت قط على احد من شيوخي الا وانا خال من جميع مالي، يعني لا ادخل بنية الاعتراض ولا الامتحان ولا بنية التجربة، لا بنية الاستفادة. انتظر بركات ما يرد علي من رؤيته وكلامه. يبقى يدخل خالي من كل ماله، ينتظر بس البركة اللي تحل على قلبه من مجرد النظر ليه او سمع كلامه، لانه هو ينظر ان المتكلم هو الله على لسان الشيخ. فهمت المسألة؟ مش بينظر للشيخ خالص، ده بينظر ان الله جعله دليل له في طريقه الموصل اليه، بعته له عسكري مرور واقف بيقول لك هنا طريق خطر، هنا طريق مسافلت. هتقول لا يا عم اصل العسكري هو بيشاور لي كده، شفت ايده لابس خاتم ذهب، لا انا همشي في الطريق ده. صدق المصيبه اللي بتحصل، والله بيعملوا كده علشان حاجه. لا خد بالك، خد بالك، استفيد. الحكمه ضاله المؤمن، الحكمه ضاله المؤمن. انتظر بركات ما يرد علي من رؤيته وكلامي، فان من دخل على شيخ بحظه، يعني بعلمه الوافر، اما نشوف نجرب الجماعه دول بيقولوا ايه، انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته وكلامه. اصله قاعد مستني الشيخ يشوف هو استوى على العرش على الحقيقه ولا المجاز، هو بيقول بالتوسل ولا ما بيقولش، هو بيصلي في مسجد في قبر ولا ما بيصليش، هو مربي دقنه ولا مش مربيها، بياخد منها ولا ما بياخدش، هو داخل بس بيشوف كده. ام لا الشيخ لابس قميص بنص كم وبياخد من دقنه وبيصلي في سيدنا الحسين، لا يا عم تعال روح، خلاص روح، كلانا غني عن اخيه حياته واذا متنا كنا اشد فغني. مثال. فهمت المسألة بقى؟ وقال ما اقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك. يا شوف ربك لا يغفل عن برك ومراعاتك مع كل نفس وطرفة عين، وتغفل أنه أنت عن طاعته. ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك، وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك.
ده لو نسيك لحظة رجعت عدم يا مسكين، رجعت ولا حاجة يا مسكين. ده انت في عز غفلتك هو فاكرك، في عز معصيتك هو سترك، في عز تقصيرك يمدك، ومع ده كله تغفل عنه. ادي معنى كلام الاحساس بالحياء من الله، ادي معنى الحياء شعبة من الايمان. بالاستشعار هذا المعنى تقوم تستحي ان تعصى اذا استشعرت هذه المعاني. ما اقبح الغفل عن طاعة من لا يغفل عن برك، وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. وقال: لو جمعت حكم الاولين والاخرين وادعيت احوال الاولياء والصادقين لم تصل الى درجة العارفين حتى يسكن سرك الى الله تعالى وتثق به فيما ضمن لك. يا سلام، مش هتوصل مهما اجتهدت ومهما عرفت ومهما حضرت الا لما ترضى عن الله وتركن الى الله وتتوكل على الله وتستسلم الى الله وتثق بما ضمنه لك وهو الرزق والاجر. فلا تخشى الخلق ولا تخشى الرزق. ساعتها بس لما تتولد من هم الخلق والرزق، هم الخوف من الخلق والرزق، يبقى فاضل لك هم واحد بس وهم نفسك. تقوم تخرج منها بمراقبة الله عز وجل والتقلل من الشهوات بقدر الحاجة من المباح. توصل سهل، توصل بقى خلاص. ومنهم خير النساج. الفاتحة لروحي. رحيم مالك يوم الدين. صاحب أبا حمزة البغدادي ولقي السري، وكان من أقران أبي الحسن النوري، إلا أنه عمر عمرا طويلا وعاش كما قيل 120 سنة. مات سنة 322 هجرية وعاش 120 سنة، يعني كأنه اتولد سنة 202 هجرية. وتاب في مجلسه مين؟ اتفرج على مين اللي تاب في مجلسهم الأولياء عشان تعرف قدره هو إيه بقى لما يبقى ده أستاذهم. الشبلي والخواص دول تابوا على إيده، يبقى ده إيه بقى؟ ربنا ينفعنا ببركاته. والله أنا زرت مقبرة الإمام الشبلي في بغداد من حوالي 5 سنوات، والله كأنها روضة من الجنة مش عايز تسيبها. والله فعلا ما تحسش انك انت في حتة قبر، ده انت تحس انك انت ايه ده في الجنينة. ايه الجمال ده؟ يعني تحس فعلا ان الناس دي ارواح عالية، ارواح عالية قوي. وبعدين لما تقرا كلامه كمان تعرف الناس دي من اي بحر تغترف، رضي الله عنهم وارضاهم. لما الشبلي كده يبقى شيخه ايه؟ لما يبقى الشبلي كده يبقى شيخه ايه؟ شوف يا سيدي. وكان استاذ الجماعه، بيقول لك في الهامش اصله من اهل سامره. سامره دي اللي هي ايه؟ سره من راى، مدينه كده جنب بغداد اسمها سامراء. ثم سكن بغداد ومدفون في اظن في بغداد برضه، لكن ما شفتلوش قبر مشهور هناك. ومن فوائده الصبر من اخلاق الرجال والرضا من اخلاق الكرام. الصبر من اخلاق الرجال. عايز تبقى راجل ولا كريم؟ ولا عايز تبقى راجل كريم؟ خليك راجل كريم احسن، راجل وكريم احسن. فالصبر من اخلاق الرجال والرضا من اخلاق الكرام. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على اذى الناس، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، مش كده برضو؟ كل الصبر محمود الا الصبر عن الله فهو مذموم. فالصبر لله وفي الله وبالله والى الله كله محمود الا الصبر عن الله هو المذموم. وقيل كان اسمه محمد بن اسماعيل من سامره. اللهم ايه خير للنساج دي؟
ده كان اسمه محمد بن إسماعيل من سامرة، وإنما سمي خير النساج لأنه خرج إلى الحج فأخذه رجل على باب الكوفة وقال أنت عبدي واسمك خير، تعال هنا إيه اللي وداك، وقبض عليه وخد. هو كان خارج للحج وعاهد الله ألا يأكل رطبا، يعني يأكل أي حاجة إلا رطب. الرطب ده يعتبر يعني فاكهة متميزة، فهو من باب يعني أنه عايز يأدب نفسه قال والله أنا خارج للحج ومش هاكل رطب أبدا، عهد بيني وبين ربنا كده، حرم على نفسي أنه يأكل الرطب من باب تهذيب النفس يعني. فاشتاق إلى الرطب فأكل في الطريق، فربنا ألقى على عليه شبه غير شبهه، فألقى عليه شبه راجل عبد أسود. فراجل ماشي في السوق كده بيدور على العبد بتاعه اللي تايه منه، لقاه هو ده، ربنا ألقى عليه شبه عبد، قال له أنت خير، تعال هنا، رحت فين يا مجرم؟ تعال هنا. وراح واخده وراح هو منقاد ليه، حس إن ده عقاب من الله ليه علشان خالف العهد وكل الرطب، فاستسلم له ومشي معاه، واخد بالك؟ وقال أنت عبدي واسمك خير، وكان أسود فلم يخالفه. واستعمله الرجل في نسج الخز، فكان يقول له يا خير فيقول لبيك. وقعد كده عنده عدة شهور شغال في خز النهر، وخلاص واعتبر ان ده عقاب من الله، اتقبض عليه خلاص. وبره وهو بيصلي بالليل كده قال يا رب أعاهدك ألا أخالف عهدك اغفر لي. فراح ربنا استجاب له على الفجر، رفع عنه الشبه، رجع شكله تاني عادي. فالراجل عبد عليه الصبح قال له لا انت مش عبدي، انت مش خير خالص، لا روح روح انت ما عرفكش، فقفلك صراحة. ثم قال له الرجل بعد سنين وقيل شهور يعني غلطت، لا انت عبدي ولا اسمك خير. فمضى وتركه وقال لا اغير اسما سمني به رجل مسلم. فاشتهر بقى بخير النساج بعد كده، وهو اسمه محمد بن اسماعيل. وقال الخوف صوت الله يقوم به أنفسا قد تعودت سوء الأدب. يا سلام، الخوف من الله صوت كرباك، لأن النفس زي البهيمة عايزة كرباك يسوء. ربك بيسوء البهيمة دي بإيه؟ بالخوف. كرباك يسوء البهيمة اللي هي النفس. الخوف صوت الله يقوم به أنفسا قد تعودت سوء الأدب، إما مع الله فيخاف البعد، ده سوء الأدب مع الله، فيبقى خايف من إيه؟ من البعد، ويحجب فما يسيئش الأدب مع الله، خايف يسيء الأدب لحسن يبعد، أو مع النفس فيخاف إن إيه؟ إن يحجب بنفسه، أو مع الخلق سوء الأدب مع الخلق فيخاف الفتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. فيفضل خايف من سوء الأدب مع الله ومع النفس ومع الخلق، خايف كده. وعشان كده كانوا يقولوا زماني الدين المعاملة مع الله ومع النفس ومع الخلق، ادي المعنى الدين المعاملة. هل ده حديث؟ مش حديث، مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام الحكمة المطابق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدين المعاملة مع الله ومع النفس ومع الخلق، فيخاف سوء الأدب مع الله فيخاف البعد عن الله، ويخاف سوء الأدب بمراعاة النفس مع النفس بالجريان في شهواتها فيحجب، أو مع سوء الأدب مع الخلق فيفتن وينشغل بالخلق عن المخلوق، فيبقى باستمرار كده خائف 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 فزع لحد ما يصل إلى الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا الحسن القزويني يقول سمعت أبا الحسين الملكي يقول سمعت من حضر موت خير النساج عن أمره فقال. أبا الحسن الملكي ولا أبا الحسين؟ أبا الحسين، سمعت أبا الحسين الملكي. يعني هنا أبا الحسن، أنا عندي الحسين. يقول سألت من حضر موت خير النساج عن أمره فقال، يعني ساعة حضور موته كان حاله إيه، بيسأل الناس حضروا إيه وهو في النزع الأخير. فقال لما حضرت صلاة المغرب غشي عليه
ثم فتح عينيه وأومأ في ناحية البيت، بص كده في حتة ناحية البيت وقال قف عافاك الله، بيكلم حاجة الناس مش شايفاها، قف عافاك الله فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرت به لا يفوتك لا يفوتك، وما أمرت به يفوتني. ودعا بماء فتوضأ للصلاة ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات، يعني كأنه رأى ملك الموت أو مرسال ملك الموت. فقال له استنى شوية بس، استنى أنت خلاص مش هيفوتك اللي أنت هتعمله، لكن أنا هيفوتني اللي أنا أعمله، هات يا ولا الوضوء، اتوضى ونظف نفسه وراح نايم ومات، كأنه ربنا كشف له واستعد للقاء الله. فدي علامة من علامات الولاية. فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال لسائله لا تسألني عن هذا، ولكن استرحت من دنياكم الوابرة، النتنة يعني. يا خبر، عارف المنتنة؟ هي دي الوابرة، يعني المنتنة المتسخة القابرة، قول عليها بقى ما تقول، واخد بالك؟ يعني أي كلمة سيئة كده. يقول من أقواله العمل الذي يصل به العبد إلى الدرجات العلى رؤية التقصير والعجز والضعف، الافتقار يعني، يعني العمل عمل القلب اللي يوصلك هو الافتقار إلى الله، هذه المعنى برؤية العجز والتقصير. أبو حمزة الخراساني، الفاتحة. أبو حمزة الخراساني بنيسابور، عارف خراسان دي تعتبر شمال إيران مع أفغانستان مع جزء من باكستان، كل المنطقة دي كانت اسمها خراسان، هي الوقت تعتبر جزء منها في شمال إيران مع أفغانستان مع باكستان. شيء، عارف الخريطة اللي أنا بشاورها؟ متخيل الخريطة؟ بص في الخريطة عشان تعرف بلاد الله. ها؟ بنيسابور أصله من محلة ملقباذ، ملقباذ زي ما تقول مثلا إيه يعني مركز ملقباذ، واخد مديرية ملقباذ، محافظة ملقباذ، يعني كده يعني، ده اسم المنطقة اللي كان عايش فيه. من أقران الجنيد والخراز وأبي تراب النخشبي، وكان ورعا دينا. قال أبو حمزة من استشعر ذكر الموت حبب الله إليه كل باقٍ، وكفى بالموت واعظة. لما الإنسان يستشعر باستمرار ذكر الموت يوم يستعد باستمرار للآخرة، يوم ربنا يحبب له كل باقي. إنما اللي ناسي يموت يقول لك أنا بكرة هعمل كذا، وبعد سنة هعمل كذا، وبعد 3 سنين هعمل كذا، وبعد 10 سنين هعمل كذا، وبعد كده بحج، يبقى قابلني بقى، هتموت في السكة. فهمت إزاي؟ لأنه عنده طول أمل كده، خدت بالك؟ لكن اللي مستشعر الموت باستمرار، عشان كده تملي يقول لك ايه صلي صلاة مودع. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني هتقول نويت صلاة مودع؟ الله اكبر. مرة واحد في الجامعة يقول لي يعني يا عم الشيخ اقول نويت صلاة مودع يعني؟ قلت له لا، تقول نويت صلاة الظهر. ده المودع ده حال القلب. يعني كأنك انت هتستشعر ان دي اخر صلاة. هتخلص صلاة من هنا وتسلم وتطلع روحك يلا ومع السلامة. تصور ان دي اخر صلاة بقى، شوف هتهتم بيها ازاي. وهتطلعها على احلى ما يمكن. وشوف انت حضورك في الدعاء هيبقى شكلك ايه، لان خلاص دي اخر فرصه، اخر فرصه ليك بقى. فهمت ازاي؟ ادي معنى اللي ما استشعر ذكر الموت باستمرار، يوم يبقى باستمرار في كمال الاستعداد. من استشعر ذكر الموت حبب الله اليه كل باق، وبغض اليه كل فان، اللي هي الدنيا يعني وشهواتها وطلباتها. فلا كل اللي على الدنيا يهون، ايه يعني؟ فهمت ازاي؟ ما يهمكش. وقال العارف بالله يدافع عيشه يوما بيوم، ويأخذ عيشه يوما ليوم. ده العارف بالله، العارف بالله خلاص عنده قوت يوم والحمد لله، يقعد يتفرغ بقى لطاعة مولاه، مش عنده قوت يوم وقاعد متفرغ لتحصيل قوت بكرة وسايب الطاعة. لا، ده يبقى مش عارف، ده عالم، وإن كان مباح، لكن العارف ما يعملش المباح اللي يلهيه، والعالم يعمل المباح ولو ألهاه عن المستحب، ولكن لا يلهيه
عن الواجب. فالعالم يهتم بالواجب وقد يترك المستحب من أجل المباح، والعارف لا يترك المستحب من أجل المباح. فهمت فرق؟ درجة تانية. العارف بالله يدافع عيشه يوما بيوم. شوف نبينا يقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طب امشي في الشارع كده وقابل واحد كده لابس بدلة كده وبتاني يقول له يا مسكين، يقول لك ايه يا مجرم، انا مش مسكين. صح؟ انت اللي مسكين. يعتبرها شتيمة، والنبي كان يدعو بها، لان النبي بيدعو بها بمعنى ايه؟ احيني مسكينا اليك يا الله. والمسكين هو الذي عنده قوت الوقت وليس عنده قوت ما بعد الوقت، ده المسكين. يوم يفضل باستمرار مفتقر الى الله، ياكل الاكله ما يشيلش حاجه، ما عندوش ثلاجه ولا نمليه، لا عنده ثلاجه ولا نمليه، هيشيل الحاجه فين؟ ما هو اصل ما فيش حاجه يشيلها. فهمت ازاي؟ لا عنده ثلاجه ولا نمليه ولا اوضه خزين، ادي المسكين. قوت يوم بيوم، وجبه بوجبه، خلاص يحطوا له كده ما يشيلوش حاجه، اصله كلهم خلاص، فمش محتاج حاجه يشيل فيها ولا سله عيش كمان يشيل فيها العيش ويغطيه. فهمت ازاي؟ الى هذه الدرجه. ده المعنى المسكين، لانه عارف بالله، اعرف الخلق بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب هذه الحياه صلى الله عليه وسلم. فكان يخزن عنده صلى الله عليه وسلم قوت سنه، عشان ايه؟ عشان زوجاته وابنائه وابناء زوجاته، لكن عشان نفسه لا. وفي خلال شهر يروح متصدق بيه صلى الله عليه وسلم، ويقعد بقيه السنه ما عندوش حاجه، ده يوقد في بيته نار الشهر والشهران صلى الله عليه وسلم. هو يجي له صحيح يروح مخزن قوت سنه، لكن هو ما يكمر الشهر الا وتلاقي كل ده تصدق بيه صلى الله عليه وسلم. لكن هو ليه حطه في الخزين؟ عشان يطمن زوجاته وابناء زوجاته. الحمد لله الحاجات تمام، يناموا ينبسطوا. وسيدنا رسول الله كل ما يجي له مسكين يروح واخد من اوضه الخزين مطلع دول اطمأنوا وهو خلص، ويمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. ادي العارف بالله وهو اعرف الخلق بالله. وقال له رجل اوصني، فقال هيئ زادك للسفر الذي بين يديك. ادي الوصيه، انت مسافر لربك، هاو هتبص تلاقي الناس تشيلك على الاعناق، مش عشان هتترشح في مجلس الشعب يقول لك تنتخبوا مين، لا ده هيشيلوك على الاعناق عشان يدخلوك القبر. فهمت ازاي؟ اصل ممكن يشيلوك على الاعناق برضه يقول لك تنتخبوا مين، ما يجراش حاجه. هيبقى لسه في امل، لكن المشكله انك انت هتشال على الاعناق ويكبر عليك اربعا وتوارى في التراب، هو ده السفر اللي انت مسافر. يبقى هيئ له الزاد، وخير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت ابا الطيب العكي يقول: سمعت ابا الحسن المصري يقول: سمعت ابا حمزه الخراساني يقول: كنت قد بقيت محرما في عباء اسافر كل سنه 1000 فرسخ، تطلع الشمس علي وتغرب، كلما حللت احرمت. اصل بلده بعيده، كان يحرم ويطلع على مكه، على ما يخلص احرامه ويحل ويرجع بلده يجي معاد انه يرجع تاني، على ما يوصل يجي معاد الحج تاني، فيروح محرم تاني وراجع تاني. واخد بالك؟ كانوا بيسافروا على الاقدام، 6 شهور رايح و6 شهور فرايح جاي. بيقول لك كنت رايح كلما احللت احرمت، كلما احللت احرمت. ده دليل على ايه؟ على دوام السفر والاجتهاد في الطاعه والعباده. رحمهم الله ونفعنا الله بهم وببركاتهم. توفي سنة 90 و200. كان بود اقرا النهارده ابو بكر دولف بن جحدر الشبلي، لكن كده كفايه الساعه 12، فان شاء الله نقراه المره الجايه باذن الله. وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. سؤال بيقول: هناك من الأولياء من يعرفون
من يعرفون في أي وقت، من يعرفون في أي وقت يموتون، فكيف ذلك؟ لا، ما فيش حد يعرف في أي وقت يموت، لكن في لحظة حضور الروح قد يكشف له. بس اقرأ انت سيرة ستنا نفيسة، نفيسة العلم، يقول لك في يوم وفاتها كانت عندها شعور كده ان هي اليوم ده هتموت فيه، شعور مجرد الهام، والالهام قد يخطئ، لكن احيانا يسيطر على قلب الولي بحيث ان يستشعر انه ما فيهوش خطأ ولا حاجة، لكن الالهام يخطئ. فهمت ازاي؟ مش وحي هو ده، بتبقى الهام، لكن يسيطر على نفس الولي سيطرة بحيث يستشعر انه خلاص. وحصل كثير لكثير من الاولياء، وحصل لبعض الناس. انا في بعض المرضى ساعات يقول لي انا مش عايز اعمل العمليه دي يا دكتور، انا حاسس ان لو اتبنجت هموت مش هقوم فيه. ومره زمان والله بنت قالت لي الكلمه دي، وكنت لسه في بدايه حياتي الجراحيه سنه حوالي 84 او 83، جات لنا في الحوادث في المستشفى عندها زايده هتنفجر، يا بنتي هتعمل لي عمليه؟ لا يا دكتور انا حاسه ان انا هموت لو اتبنجت. يا بنتي ما احنا كل يوم قاعدين بنبنج والناس بتفوق كويسه، توكلي على الله، اقري الفتحه كده، صلي على النبي. ودخلناها وسبحان الله تاخد حقنه البنج تموت من غير ما نعمل لها حاجه. فمن ساعتها بقيت اكش، يجي العيان اللي يقول لي انا حاسس ان هو، يقول لي يا عم ما تعملش العمليه، خد العلاج ده وروح، اريح مخ. انا مالي انا، انا مالي انا. في ناس ساعات يجي لها نوع من الالهام كده، وقد يخطئ، معلش يخطئ وتعيش احسن ما يصيب وتموت على ايد. حرمت من ساعتها والله. ستنا نفيسه قالوا لها ان يعني كانت في يوم حست ان هي ده هتموت فيه، وكانت صبحه صايمه، قالوا لها طب افطري ريحي نفسك، تقول لا اريد ان افطر عند رب، وتروح مغتسله وموضبه نفسها وختمه، ختمتها بتاعت القران، وتنام في مرقدها واخد بالك كانها مستعده خلاص للموت، وتخرج منها الروح وهي في الحاله دي. يبقى في اولياء بيحصل لهم الحكايه دي كتير. سيدنا علي ابن ابي طالب واخد بالك، وهو خارج في النجف سمع بعد صلاه الفجر الوز بيكاكي عادي، ما كل يوم بيكاكي. سيدنا علي يقول لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ايه؟ دعهن انهن ينحن على ابيك، دعهن انهن ينحن على ابيك. وفي اليوم ده قتل. يبقى دي حاجه ثانيه. سيدنا الحسين لما وصل كربلاء قال ما هي هذه الارض؟ قالوا كربلاء، قال هي كرب وبلاء عندها النهايه. يبقى بيستشعرهم عادي مفيش مشكله يعني، لكن قبلها بسنوات ما يعرفش، لكن هو قربها كده يستشعر هذا على سبيل الالهام، ما يجراش حاجه. ما معنى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يا سلام، صلى الله عليه وسلم. اصل خد بالك الانبياء شهداء على اممهم، وامه النبي شهداء على الانبياء. شوف امه النبي شهداء على الانبياء، ايه ده؟ مش عليهم لهم، ما هو عليهم ولهم بمعنى واحد عند لغه العرب لو انت فقيه. فهمت ازاي؟ وامه النبي تشهد للانبياء، والنبي يشهد لايه؟ على الكل او للكل، على ولي صح، الاثنين صح، على المنكر وللمقر. فهمت ازاي؟ لان باستمرار في فريق في الجنه وفريق في السعير، فالشهاده تكون على ولك، على المنكر وللايه؟ وللمقر. شوف انظر قول الله عز وجل، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عارف مين الشهداء؟ امه النبي، هي دي امه النبي اللي هتيجي مع النبيين. انظر قول الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. افهم الآية دي وحط الآية دي في الزمر، تفهم على طول مين الشهداء اللي جايين. ما تفتكرش شهداء المعركة، ده شهداء المعركة جزء من أمة النبي وليست كل أمة النبي، لكن هنا أمة النبي كلها جاية.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. مش كده برضو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ايه بقى؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي نبي يقول هل بلغتهم؟ يقوم الكفار الأونطجية يقولوا لا ما بلغتش، أنت ما قلتلناش حاجة، أنت أصلا ما قلتلناش أنك نبي أصلا. الأنبياء بقى مؤدبين، مش هيقولوا لهم يا أولاد الذين، الأنبياء هيتعجب يبص لهم كده. تقوم أمة النبي تدافع تقول لا يا رب نشهد أنهم بلغوا. كيف؟ لأن القرآن قال لنا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى قوم أرسلنا إلى قوم نوح نوحا إلى قومه وهكذا. فإحنا عارفين أن الأنبياء دول وصلوا، يبقى نشهد والنبي يشهد الكل صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معنى الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكر الغافلون.